تشاء وتذل من تشاء. عنده عجلة كان بالأداء، الصوت جميل ولكن يفتقد الحجم والقوة. لنا لا نؤمن بي. لمصر يد بيضاء في وضع علامات الوقف والابتداء. السماوات والأرض لا يقولن الله. زدت إتقانا على إتقان، ما شاء الله. بس كنت رائع ما شاء الله، ما في أي تعليق. مع الأسف التكلف كان يلزمك طيلة التلاوة. تلاوة رائعة وأداء مميز ما شاء الله. لأن لجراح الضحايا فم، فإن جراح أبي الفضل العباس لا زالت تلف في أذن الزمان، وجراحك من تلك الجراح التي ستبقى تحكي للأجيال وللحضارات وللإنسان. أنا بشوفه قربان قليل هذا، بتمنى لو كان في شيء لسه أدمه أكثر من هيك.